زيارتنا إلى النادي الأرثوذكسي لنحضر تدريب فريق السيدات لكرة السلة التابع للنادي. إحنا النادي الأرثوذكسي يعني نادي عائلي رياضي، تأسس بسنة 1952. كان موقعه اصلا الدوار الثالث، انتقل جبل عمان. جبل عمان قبل ما يكون هون في منطقه عبدون، في عبدون انتقل في لمنطقه عبدون سنه 70 69 70. احنا بلشنا برياضه كره السله، عندنا الان فريق سيدات، هو فريق مهم في النادي الأرثوذكسي عم بتدرب، ونحب انك تشوف التدريب. يلا على طول. تفضل. شكرا. هلا اهلا. بتميز النادي الأرثوذكسي بهويته الرياضية المتنوعة، أبرزها كرة السلة. بعد لقاء أعضاء الفريق حدثوني عن تجربتهم. خبروني أنه حضرتك متزوجة كمان وعندك مسؤوليات عائلية. نعم. فأنا سؤالي، كيف بيتم التنسيق ما بين مسؤولياتك في البيت وما بين كمان مسؤوليات فريق كونك كابتن؟ هو مش سهل الموضوع، بس لما يكون في عندك كل عيلتك وشغلك وكل حدا حواليك سبورتيف وبيساعدوك، فبتقدر تنظم وقتك. بنفس الوقت النادي الإدارة ما بيقصروا، دائما بيعملوا لنا تدريبات بتناسبنا، لأنه كلنا بنشتغل وبنلعب، وكتير كل حدا عنده مسؤولية بتختلف عن التانية، فكل هذا مع بعض بيساعد. وأنا كمان شغلي بخلص بوقت مناسب، فبيكون عندي وقت، تمريناتنا بأوقات برضو مناسبة، فكله مع بعض بيساعد. ما بحكي لك كتير سهل الموضوع، لا أكيد بواجه صعوبات. أيوه. بس حبي للعبة وبنات فريقي وكل إشي بخلينا نضلنا نلعب. يعني أنه أغلب النشاطات الرياضية للصبايا ممكن بعد الزواج بتقل، هذا إذا ما انعدمت كمان. لا بالعكس، في كتير لاعبات هلأ عندهم أولاد وبيسافروا وبيجوا وبيلعبوا. ما الموضوع مش إنه تجوزت خلص بطل عندها، بالعكس إذا هي بتعرف كيف تنظم وقتها وما تقصر بكل إشي موجود بحياتها، ما بصير عندها مشاكل. يمكن لبعدين العمر واللي بتكبر وهيك تضطر إنها تترك، بس كتر ما هي موجودة والوقت بيناسبها ما في مشكلة. كل أمنيات التوفيق. شكراً. شكراً إليك. شكراً كابتن. عنود، انت ايش دارسه؟ تسويق. خلصت بكالوريوس من جامعه الاميره سميه ماركتينج، وهلا عم بشتغل صار لي سنه وشوي. واجابك على الرياضه؟ بلشت وانا صغيره الصراحه، بلشت من وانا بالمدرسه وضليتني اشتغل على حالي، عم بشتغل. بلشنا مع المنتخب، بلشنا مع الانديه، وهلا صار لي بالنادي الارثوذكسي لمده 10 سنين تقريبا. من اي سنه بدأتي في اللعبه؟ يعني بنقدر نحكي من عمر 5 سنين بلشنا الليتل ليج. كيف شايفه تجربتك في منتخب السيدات النادي الارثوذكسي؟ يعني الحمد لله ممتازه، عملنا انجازات داخليه انه محليه، وعملنا انجازات خارج البلد. احلى مباراه خطيها وما بتنسيها حتى الان؟ قبل سنتين اكشلي رحنا على سريلانكا ولعبنا مع ثالث اقوى بلد بالعالم بال 3-1-3. أيوة. لعبنا مع التشيك ريبوبليك وفزناهم، فهذا كان بالنسبه لي من احلى الانجازات اللي عملتها. نحن عم نتدرب تقريبا كل يوم، وفي ايام رح نبلش نتدرب الساعه 6 الصبح وعندنا تدريب الساعه 7. البنات اللي عم بتشوفوهم بيلعبوا بالباسكت بالنادي الأرثوذكسي او اي نادي ثاني، هم لاعبات جايين يلعبوا عشان كره السله، مش عشان المصاري ولا عشان الشهره، هم بيحبوا هاي اللعبه. حصه التدريب كم ساعه؟ عم ندرب ساعتين، كل تدريب ساعتين. اذا كان عندنا تدريب صباحي عم نخلي تدريبنا الصباحي ساعه وتدريب مسائي ساعه ونص. نحن هلا عم نجهز لبطوله غرب اسيا اللي رح تكون بنص شهر 4. بطوله غرب اسيا مش بطوله سهله، عم بيشارك فيها فرق من لبنان اللي هي الاصعب دائما بتكون. حكيت لهم التدريب الماضي اذا نحن بدنا نفوز الفريق اللبناني لازم نفوز هدول الشباب، لانه هم بيلعبوا بهذا الليفل. انت بتحكي من ناحيه القوه بالضبط، يعني الشباب اسرع بدنيا، اكثر صلابه في الملعب. اذا بالتدريب ضلينا نتعود على هدول الشباب، بس نلعب مع البنات رح يصير في فرق. وكل تدريب لهلا دربناه كان الشباب موجودين، وهذا واحد من احسن. هلا احنا هيك بالتقرير كشفنا سركم تقريبا يعني. لا بالعكس. بالعكس. فرصة حلوة أن ألتقي ابنة نجم كرة السلة مراد بركات.
يعني تخيل فؤاد، هذا فريق السيدات اللي تأسس من الستينات، يعني نادي الأرثوذكسي نادي عريق معروف بالرياضة وبكل الرياضات إجمالاً. أول فريق سيدات أسس بالأردن وشارك بكتير بطولات، وكنا من الإنجازات الأخيرة لأيام ما أنا كنت ألعب كمان. نعم. اللي من 3 سنين وجاي كان ثاني عرب وثاني آسيا، وهلأ إن شاء الله عم نتطلع عشان في بطولة غرب آسيا بشهر 4 إن شاء الله إنه نكون عم نحقق إنجاز ونمشي على هاي المسيرة. هدولي هلأ تقريباً 14 بنات وأعمارهم كتير، يعني كتير منيحة مثلاً من إلى؟ يعني بتبلش من تقريباً 20 سنة لحتى 28 سنة. أيوة. فأعمار كتير مناسبة صغيرة لسه فيها potentials عالية بيقدر يعطوا كتير لسه، فإن شاء الله له مستقبل كتير منيح. من وجهة نظرك أهم إشي المسؤول الإداري ممكن يقدمه لفريقه؟ أهم إشي بالنسبة للإدارة أول إشي التنسيق اللي كتير منيح، للتوقيت نتفهم اللاعبين نعرف نفسياتهم، لأنه هذا إشي كتير بيساعد بعطاء اللاعبة. إذا بتكون كتير مرتاحة مع الإدارية بتقدر تكون تفهم عليها، عرفت كيف؟ تقدر تحكي لها مشاكلها، الرياضة بتمشي بشكل كتير أحسن، لأنه أهم إشي النفسية بحس بالنسبة لهذا الموضوع. من نشيد النادي الأرثوذكسي نقول فيك إعداد العقول والشباب الأقوياء في رياضات تؤول للعلا والكبرياء، هاتفاً كل يقول عاش رهط الأوفياء.